هلا اللي شجعني انه عندي الوالده كان معها سرطان وتوفت بسرطان الكبد. ميادة التي عاشت مرحلة المرض مع عائلتها اثر تجربة مرت بها عند وفاة والدتها، جاءت مركز الفحص في محاولة منها لتشجيع كل السيدات على هذه المبادرة، لأن الفحص الدوري الدائم هو أولى خطوات الأمل للعلاج من المرض. مبادرة كوني بخير أطلقت حملة توعوية لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودوره في عملية العلاج، وبالتعاون بين فريق رياض الخير وعيادة الأمل. شهر أكتوبر اللي هو الشهر الوردي، بنحاول دائما في عيادات الأمل التخصصية لمعالجة الأورام نركز على موضوع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بتركيز الدور على أهمية الوعي والكشف المبكر عن سرطان الثدي. ومن خلال تعاوننا مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية ومجموعة من الشباب المتطوعين النشطاء في هذا المجال، نقوم بإجراء المحاضرات التوعوية وإجراء الفحص المبكر أيضا بتقديم الماموغرام والإيكو مجانا للسيدات الراغبات بإجراء هذا الفحص. هدف المبادرة هن السيدات اللي بنعمر بين 20 لما فوق، يعني من 20 نعمل فحص عادي إيكو، وبعد 40 بنعمل فحص ماموغرام. يفترض أنه كل سنتين نعمل هذا الفحص، ولا بس تصير فوق 50 بيصيروا كمان كل سنتين بنعمل مرة. مهم كتير كل سيدة تفحص حالها، لأنه أثبتت الدراسات العلمية أنه كل 10 سيدات بيطلع منهم 8 مرضى بسرطان الثدي. فعالية لسرطان الثدي، دعين عدد من النساء تقريبا حوالي 100 سيدة حتى نبين لهم أهمية الفحص المبكر، وأنه لسه في أمل. نحن بمجرد ما اكتشفنا المرض عن بكير نقدر نعالجه بسرعة كتير كبيرة. كوني بخير مبادرة مجانية تضمنت محاضرات وآلية الفحص الذاتي والتوعية الكاملة عن المرض وفحص سريري للسيدات المستهدفات. فعاليات من أجل الكشف عن ورم الثدي وطرق التشخيص المختلفة ومساعدة المريضات. لاحظنا أنه في زيادة بالوعي عند السيدات وعم يزيد عنا الأقبال، وهون عنا بالعيادات عم يتم إخضاع السيدات لكافة الاستقصاءات اللازمة من فحص سريري والاستقصاءات الشعاعية المطلوبة، وبالأخص الماموغرافي والإيكوغرافي. يعد تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بالكشف المبكر عن أورام الثدي ودوره في عملية العلاج ضمن مبادرات عالمية تنظمها الجمعيات الخيرية حول هذا المرض لمعرفة سبل الوقاية منه ومعرفة الأسباب والعلاج، ولتحافظ على حياة العائلة ورفع مستوى الوعي.